أنا سوميلا دو، معي شهادات بتصميم الأزياء وعندي خبرة كتير كبيرة أكتر من 20 سنة بالرسم على أنواعه، كان حرق على الخشب، رسم على الحيطان، على القماش، على البرادي، على الإزاز. بعلم التلاميذ صار لي أكتر من 7 سنين ومن جميع الأعمار. مشروعي اسمه لي بيكاسو ليتل هوب. أنا مرة مناضلة متعددة المواهب، هدفي بالحياة إنه ما يكون في ولد محروم من فرصة التعلم. هيدي الخبرات عطيتها لعدة أولاد بحياتي لدرجة وقتها هن كبروا ما نسيوني. أنا بقول هول الأولاد هن أولادي وما بنسيهم، وحلمي إني أنقل هيدي المعرفة لعدة أجيال. إذا أنت مرأة عم تشتغلي شي بتحبيه حتى لو كان شغل شوي قاسي مثل تعهد الوراش أو حف حيطان، هيدا ما بيعني إنه أنت فقدت أي شي من أنوثتك، بالعكس هيدا بيعطيك حافز لتكوني أنت عن جد شريكة حقيقية productive بالمجتمع. أنا بشجعك وبشجع كل مرة إنها تبرهن عن طموحها بالحياة وعن الأشغال اللي هي بتحبها، وبدعي كل ولد إنه يجي يتعلم، وحلمي إنه يكبر هيدا المشروع لأقدر أعلم الأولاد والأمات. وبتمنى من وزارة التربية والسلطات المعنية الاهتمام أكثر بالفنون الجميلة والآرت ثيرابي لأهميتها وتأثيرها المباشر على الصحة النفسية للأطفال والأمهات.